أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. تتواصل إنجازات العربية ولله الحمد في مونديال السباحة باليابان. السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي يحقق ذهبية سباق 1500 متر مرة أخرى، أبدع وبعد سباق رائع تمكن من الفوز بميدالية ذهبية ثانية بعد ذهبية 800 متر الأسبوع الماضي في بطولة العالم التي تقام حاليا في اليابان. الحفناوي حل في المركز الأول بتحقيق رقم قياسي تاريخي عالمي بعد قطع مسافة 1500 متر في توقيت 14 دقيقة 31 ثانية و54 جزء من الثانية، متفوقا على صاحب المركز الثاني الأمريكي فينيك وصاحب المركز الثالث الأسترالي شورت. هنيئا للعرب ولتونس، ومزيدا من التألق في باقي الاستحقاقات العالمية والأولمبية.